وزير التربية تفقد واقع ثانوية بنات الكسوة في ريف دمشق. افتتاح معرض فني لمراكز الفنون التشكيلية بعنوان فكرة وفن. أهلا بكم. في إطار المتابعة الميدانية لواقع المدارس، تفقد وزير التربية الدكتور دارم طباع واقع ثانوية بنات الكسوة في ريف دمشق، والتقى أطرها التدريسية والإدارية، واستمع إلى الصعوبات التي تعترض عملهم ومقترحاتهم للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، كما حاور الطالبات حول آلية تنمية مهارتهن وسبل بناء مشروعهن المستقبلي. أقامت مديرية التربية في دمشق معرضا فنيا لمراكز الفنون التشكيلية بعنوان فكرة وفن، وحفلا فنيا لفرقة كورال ألحان مركز ممتاز البحرة في المركز الثقافي بالعدوي. رغد الشيخ محمود والتفاصيل. تحت عنوان فكرة وفن، نظمت مديرية تربية دمشق المعرض الفني لمراكز الفنون التشكيلية في المركز الثقافي في العدوي. تخلل الفعالية حفل فني لفرقة كورال ألحان، كما ضم المعرض العديد من اللوحات والرسوم والأشغال اليدوية للمشاركين من الأطفال واليافعين. بنقل الآن العاملين بهالمعرض بهالمراكز اللي أنتجت المنتجات الرائعة من خلال أعمال التلاميذ والطلاب ومشاركة أوليائهم، ننقلهم تحيات السيد الوزير وأمنيات وتشجيعه لجميع أبناء التلاميذ والطلاب بالتعبير عن مكنوناتهم والتعبير عن ذواتهم من خلال رسوماتهم ودلالات الرسومات التي يقومون بها، لأنها تساعد أيضا في الكشف عن توجه هذا الطفل مستقبلا. وطبعا وزارة التربية ترعى كل المواهب سواء كانت فنية أو كانت موسيقية أو رياضية وجميع المجالات. في عندنا كم كبير من أو كنوز من الإبداعات موجودة عند أطفالنا بحاجة إلى تنمية. مراكز الـ 13 موجودة بدمشق استطاعت أن تخرج كثيرا من تلك الجواهر والإبداعات عند الأطفال. أنا عمري 6 سنين، اسمي كرم مظلوم، أنا مشترك بهي الرسمة. هاي الرسمة من خيالي. أنا اسمي سديل فتح الله، عمري 11 سنة، معهد الحرية، شاركت بهي اللوحة. هلأ هي رسمة من خيالي بتحكي عن بنت بتفكر بأشياء إيجابية وحلوة وخيالية يعني، بس إنه هي ما أنا واقعية هي الرسمة. تسعى وزارة التربية إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار، والذي بدوره يؤدي إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية. تنفذ وزارة التربية دورتين تدريبيتين مركزيتين للأطر المعينة حديثا بالإدارة المركزية في مجال مايكروسوفت وورد بهدف تدريبهم على هذا البرنامج، وتستمر الدورة التي تبدأ اليوم حتى 18 من الشهر الجاري ولمدة 5 أيام فعلية. تستمر أجواء منافسات البطولات المدرسية لألعاب الكرات لمرحلتي التعليم الأساسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي، والتي تقام على أرض مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء. سمهر دنون والتفاصيل. بين الحماس والمنافسة واللعب بروح الفريق بعد أيام طويلة من التدريب وصولا إلى لحظات الفوز، تستمر أجواء هذه البطولات المدرسية لمرحلتي التعليم الأساسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي المقامة على مستوى المحافظة على أرض مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء. كان اليوم أداء كثير حلو، قدرنا نمشي الباص، قدرنا نستحوذ على الطابة، بس ما توفقنا قدام الجول، كان الحظ ضدنا تقريبا، ما قدرنا ننهي الطابة قدام الجول، وصلت ضربة جزاء النتيجة لنا إن شاء الله. صح كنا متقاطعين فترة، بس كان في تجاوب منا ومن لعيبي، كان في توافق فكري وهيك، فكان في نتيجة حلوة. دربنا بشكل منيح، ممتاز كان أداء فريقي وما شاء الله عن كل لعيب. شملت البطولة ألعاب كرات القدم واليد والطائرة والسلة لتكون المرحلة القادمة منافسة على مستوى الجمهورية للمؤهلين. انطلقت بطولاتنا المدرسية الشبابية بالتشاركية مع منظمة حشد الثورة بداية شهر 10 لبطولة المناطق كرات بكافة أنواع الكرات ذكورا وإناثا، حلقة ثانية ومرحلة ثانوية. ينتهي هذه اللقاءات ب 23/24/10، تبدأ
بطولة الألعاب الفردية. نخبر الأساتذة والأساتذة ومدرسين التربية الرياضية ومدرسات التربية الرياضية عن مواعيد البطولة. بننسق طبعا مع رئيس الدائرة، دائرة التربية الرياضية، مديرية التربية وشعبة رئيس شعبة تدريب البطولات، وبنحدد مواعيد البطولات بالنسبة الإعدادي ثانوي الحلقة الأولى تعليم أساسي. هذه البطولات هي تنفيذ لخطة وزارة التربية، وبالتالي من أجل أن طبعا الإشراف على إنشاء فرق رياضية على مستوى المحافظة لتشارك في المسابقات النهائية على مستوى الجمهورية العربية السورية. يقام نهائي بطولات الكرات المرحلة الثانوية في العاشر من شهر تشرين الثاني 2021، على أن يكون هذا الموعد ختام البطولات المدرسية. للتربوية السورية سماها زنون السويداء. تواصل مديرية التربية في دير الزور أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والترميم في مدرسة فيصل للتعليم الأساسي، حيث تم تركيب نوافذ وأبواب ودهان المدرسة وإعادة تأهيل المرافق الصحية، وهي بالمراحل الأخيرة لتكون خلال الأيام القليلة القادمة جاهزة لاستقبال الطلاب على مقاعدها للتخفيف من الازدحام والضغط الحالي في المدرسة. وتقوم بأعمال الصيانة الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الشرقية. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا. منظمة طلائع البعث تقيم عرضا مسرحيا هادفا للأطفال في حماة. بعنوان ماشا والدب، عرض مسرحي هادف للأطفال قدمته الفرقة المسرحية المركزية لمنظمة طلائع البعث في حماة. وليد سلطان وهذه التغطية. بحضور معاون وزير التربية الدكتور محمود بني المرجع ومدير التربية وأمين فرع الطلائع بحماة، قدمت الفرقة المسرحية المركزية لمنظمة طلائع البعث عرضا مسرحيا بعنوان ماشا والدب. طبعا تقاس حضارة الشعوب من خلال التزام الشعوب بمتابعة المسارح وتخريج الفنانين والدراسات المسرحية وتأليف المسرحي. بالنسبة لوزارة التربية في هذا العام بدأت حملة تنشيط المسارح والرياضة والنشاطات الطلابية بكل مقاييسها، سواء على مستوى منظمة الطلائع أو منظمة اتحاد شبيبة الثورة، بالتعاون مع مديريات التربية والمدارس بشكل عام. طبعا المسرح يعني هو وسيله مهمه جدا لايصال الفكره والمعلومه لدى الطالب. توجهات وزاره التربيه في هذه العام نحو مسرحه المنهج، هناك مبادره ضمن مبادرات فريق حماة التربوي حول مسرحه المنهج في كافه المواد الدراسيه، بدانا بها منذ حوالي شهر وتستمر حتى نهايه العام الدراسي انطلاقا الى كافه المدارس ان شاء الله وفي كافه المواد الدراسيه. التلاميذ تفاعلوا مع العرض وتلقوا الرسائل التوعوية التي يطرحها والتي تحثهم على النظافة ومساعدة الآخرين، كما يهدف العمل المسرحي إلى الترغيب بالمشاركة في الأعمال الخيرية. اليوم نحن حضرنا عرض مسرحي للفرقة المركزية لمنظمة طلائع البعث، هذه الفرقة اللي أدت عمل رائع جدا، حيث قاموا بتوجيه رسائل لأطفالنا حول التعلم التعاوني، حول النظافة، حول مسرحة المناهج. قدمنا عرض ماشا والدب، هي ماشا شخصية محبوبة من قبل الأولاد، بس نحن بنطرحها بشكل معاكس للشخصية الأساسية، لأن الولد بشكل عام هو بيتقبل من الغريب، ما بيتقبل أحيانا من أهله، فنحن بنعطيه نصيحة بطريقة محببة عشان يسمع مننا، فبهي الطريقة الأولاد نوصل لهم ياها. نحن عم نستخدم الكرتون اللي بيحبوه هو هن الاطفال لحتى يوصلوا لشيء فان يلقطوا، مثلا التعاون، النظافه الشخصيه والنظافه العامه. وزاره التربيه وبالتشاركيه مع منظمه طلائع البعث تولي جل الاهتمام بالانشطه والفعاليات الترفيهيه التي من شانها تفاعل الاطفال والتلاميذ معها. وليد سلطان، الفضائيه التربويه السوريه، حما. وصلنا الى ختام النشره، نعود لنذكر بالعناوين. وزير التربية تفقد واقعة ثانوية بنات الكسوة في ريف دمشق. افتتاح معرض فني لمراكز الفنون التشكيلية بعنوان فكرة وفن.